السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم صالح جدا. شكون هو الاول اللي تعيط له كي تكون حاصل ولا تكون محتاج؟ هذا السؤال هو اللي حنطرحوه على المواطن الجزائري ونشوفوا كيفاش تكون الاجابه. تابعوا معنا. شكون هو اول شخص تتصلي به كي تكوني حاصله ولا محتاج؟ يعني كاين ثلاثه. الاول ماما، والثاني مون غون فرير محمد بن الشيخ، والثالثه عندي ان كوزينه سابيل غنيه نحتاجها انا، هي دائما تكون نعيط لها. هاد لو تريبل يعني تسبقي في يما؟ لا ماما بيان سور، سي 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 لا باز. يكذب عليك ميم الام ما تعاونكش بلاك ماديا، تعاونك معنويا، تعاونك فكريا، تغيونتيك. وي وي نو نو. وخوك الكبير؟ ما شاء الله. نتمنى انا بيرسونالمون خويا الكبير قدوه لمن اراد ان يقتدي. جو لو على كل حال بن الشيخ، كل من تحتاجه ما يقولكش لا. بكل صراحه شكون هو الاول اللي تعيطي له ولا شكون هي الاولى اللي تعيطي لها كي تحصلي وتكوني محتاجه؟ كنت محتاجه نعيط لصاحبتي. ايه هي الاولى. ايه باسكو هي تحل لي المشاكل لي بروبليم اللي نكون فيهم، توري لي كيفاش. ايه يعني والحلول تاع صاحبتك اللي تعطيهم لك يعجبوك؟ ايه ابخي اذا ما عرفتش انا نقول ماما. الوالده ولا بويا، هذو هما اللي لقيتهم في كتافي وربي يخليهم لي ان شاء الله. اه هما الاولين اللي عيط لهم كون حاصل مي يكون حاصل. اه ابار هادو ما كانش والده وبويا. انا شاده في ربي سبحانه، ندعي ربي سبحانه. وحاجه اخرى بين بابات ولادي، يا بابات ولادي تعيطي لراجل بابات ولادي؟ اول واحد تعيطي له بابات ولادي، وجين بعد ولادي. كي تكون حاصل ولا تكون محتاج شكون هو الاول اللي تعيط له؟ الاول نعيط له الخويا ولا المدام تاعي، هادو الزوج خويا والله المدام تاعي. لي من تعيط الاول؟ الاول نعيط لخويا. خويا يقدر يعاوني سير بلاص. يعني اول ابل ديرها لخو؟ اول ابل نديرها لخويا. خوك الكبير ولا الصغير؟ الكبير. الكبير واش تقول له؟ بارك الله فيك وربي يدومها نعمه ان شاء الله، ربي يحفظك ويعطيك صحتك. اختي ولا ماما؟ ماما نورمالمون. اه اي حاجه تحتاجيها تعيط ليما؟ بيان سيغ. لي بارون هما اللي يصحوا بك هما الاولين. ديما تدي رايهم هما الاولين ومن بعد تدي رايك انت. بيسكو هما عندهم اكسبيريونس الدنيا، مش هما راح يرضاو لك الدار ولا حاجه. بكل صراحه شكون هو الاول اللي تعيط له كي تكون حاصل ولا محتاج؟ عندي صديق تاعي لانتيم تاعي بو سعدي عبد الملك، هذا هي الصراحه. كل ما نحصل نعيط له، نعيط له اي حاجه. وتلقاه؟ نلقاه جميع رفوزي كيما انا ثاني كيلقاني ثاني. هذه هي، تاكل على ربي وتاكل على كتافي. الله يبارك. بصح كي تحصل لي من تعيط؟ ما نعيط لحتى واحد. وشكون تلقى الوقت هذا؟ ما تلقى حتى واحد يا راجل، تلقى غير يجيبك من الاخر. ما تعيط لحتى الواحد؟ ما نعيط لحتى واحد انا. من تحصل؟ نحصل ما نعيط لحتى واحد. حاجه الاولى نعيط لبابا خويا. حاجه الاولى بابا هو التيزه تاع الدار، ربي يحفظه لو يشوف فيا ربي يحفظه. يعني كي تكون حاصل ولا محتاج تعيط له هو الاول؟ عيط له هو الاول، هو الاول، هو اللي يجي، هو اللي باسطو. شوف الاب تاع يكون الاب قدوه، يكون عندك الاب والام حاجه عظيمه يا اخي. تكون عندك بابا توقف معاك، ربي يطوله في عمره. بابا نقول لك ربي يطول في عمرك وربي يحفظك ويخليك ليا. باسطو الوالدين دعوتهم تجوز ودعوتهم مقبوله ان شاء الله، وربي يحفظه ان شاء الله. وبابا ربي يحفظك وربي ينورك ان شاء الله، توجو في القلب ان شاء الله، نشوف توجو فرحان ان شاء الله، وربي ينور بهذه قبله ليك.